نشرة الثالثة عبر شاشة ليبيا لكل الأحرار، والبداية بالعناوين. مجلس الشورى ثوار بنغازي يؤكد أن الطيران العمودي التابع لحفتر قصف مواقع في محور 17 من فبراير بالبراميل المتفجرة. مصدر طبي يؤكد مقتل 3 في قصف جوي استهدف مبنى في الحي الصناعي ومقر الأرصاد الجوية بجدابية. المجتمعون في الملتقى الثاني للوفاق الوطني الليبي بغريان يؤكدون ضرورة التواصل مع جميع أطياف المجتمع من أجل المصالحة والدفع بالحوار الليبي إلى الأمام. أهلا بكم. أفاد مصدر بمجلس شورى ثوار بنغازي بأن الطيران العمودي التابع لحفتر استهدف مساء أمس مواقع شورى ثوار بالبراميل المتفجرة في محور 17 من فبراير. وأكد المصدر لقناة ليبيا لكل الأحرار أن القصف لم يسفر عن أي إصابات بشرية في صفوف قوات المجلس، مشيرا إلى أن أغلب المحاور في المدينة تشهد هدوءا نسبيا اليوم. وكانت قوات شورى ثوار قد نفذت عملية عسكرية أمس الأول الثلاثاء في الحي الجامعي استهدفت خلالها عدة تمركزات لقوات حفتر. أكد مصدر طبي من مدينة جدابية فضل عدم الكشف عن هويته وصول 3 جثث تعود لمواطنين مصريين وآخر سوداني قتلوا إثر استهداف طيران حربي لمبنى في الحي الصناعي في جدابية صباح اليوم. من جانب آخر، أفاد مصدر أمني بالمدينة بوقوع غارتين جويتين استهدفتا مبنى في الحي الصناعي ومقر الأرصاد الجوية، نافيا في الوقت ذاته حدوث اشتباكات مسلحة ليلة أمس بعد مقتل 3 شباب من المدينة، موضحا أن الحياة تسير بشكل طبيعي مع استمرار العمل في الدوائر الحكومية والتعليمية على حد قوله. قال عضو الوفد المفاوض عن قبيلة التبو محمد سندو إن أولى خطوات تثبيت اتفاق المصالحة هو دخول القوة المحايدة المكلفة بتسلم المواقع التي تتمركز فيها المجموعات المسلحة. وأوضح سندو لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الوفد سيبدأ فور وصوله إلى المدينة التواصل مع جميع الأطراف الفاعلة بها من أجل توضيح بنود اتفاق المصالحة الموقع في الدوحة، وأشار إلى أنه بعد دخول القوة المحايدة سيتم الإفراج عن الأسرى وفتح الطرق المؤدية للمدينة وعودة المهاجرين والنازحين إليها حسب قوله. في سياق متصل، أكد الناطق باسم غرفة عمليات أوبار التابعة لرئاسة أركان المؤتمر الوطني مجدي بوهنا أن المدينة تشهد هدوءا حذرا منذ يومين، وذلك بعد توقيع اتفاق المصالحة بين التبو والطوارق. وأوضح بوهنا لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الوضع الإنساني في أوبار سيء مع استمرار إغلاق الطريق الواصل بين مدينة وسبها، مشيرا إلى أن مستشفيات المدينة تعاني شحا في الأدوية والمستلزمات الطبية. وأضاف بوهنا أن أوبار تعيش حالة من الترقب بين سكان المدينة والمسلحين في انتظار عودة الوفدين الموقعين على اتفاق الدوحة وبدء خطوات تثبيت اتفاق المصالحة على أرض الواقع حسب قوله. أفاد مدير مديرية أمن سبها محمد بشر بانخفاض معدل جرائم السطو والسرقة بالمدينة خلال الأيام الأربعة الماضية مع تسيير المديرية لدوريات أمنية تجوب شوارع المدينة. في السياق نفسه، أكد بشر لقناة ليبيا لكل الأحرار أن دفعة عناصر الأمن الذين تم تخريجهم قبل يومين والبالغ عددهم 931 عنصرا سيتم إدخالهم إلى منظومة الأمن بمجرد صدور قرار التنسيب من وزير الداخلية بحكومة الإنقاذ. وأضاف بشر أن مديرية الأمن تسعى إلى تدريب 5000 عنصر من أجل تعزيز الأمن بالمدينة على حد قوله. تستضيف مدينة غريان الملتقى الثاني للوفاق الوطني تحت شعار نتوافق من أجل الوطن، وذلك بحضور عدد من رؤساء المجالس البلدية وممثلين عن منظمات وجمعيات المجتمع المدني
وشدد الحاضرون في مداخلاتهم على ضرورة الوصول إلى توافق بين أطراف النزاع في ليبيا باعتباره الضامن لبناء دولة حديثة. كما أكد الحاضرون في الملتقى ضرورة الدفع بالحوار الليبي للأمام وتقريب وجهات النظر بين طرفي النزاع ودعوة لجنة الستين إلى استكمال الدستور الليبي. في مداخلة خلال الملتقى، دعا مجلس أعيان ليبيا للمصالحة إلى التواصل مع جميع أطياف المجتمع الليبي لتقريب وجهات النظر والعمل على إيجاد آلية لتنفيذ المصالحة الوطنية. نحن مجلس الأعيان ليبيا للمصالحة نؤكد على النقاط التالية: الولاء لله ثم الوطن، المحافظة على وحدة التراب الليبي وسلامة السيادة الوطنية، تعزيز اللحمة الوطنية، وتعزيز وشائج القربى بين المدن والقرى. من جهته، قال ممثل الجبل الأخضر جمعة فحيمة أن لقاء الوفاق الوطني هو إنذار للمؤتمر الوطني العام والبرلمان لوضع حد للخلافات والاقتتال والنزيف الدموي والمالي الذي ذهب بهيبة ليبيا. لقاء التوافق هو إنذار لمؤتمرنا ولبرلماننا بأن يضعوا حدا لهذا الخلافات، وأن يضعوا حدا لقتالهم، وأن يضعوا حدا للحملات الإعلامية، وأن يضعوا حدا للنزيف الدموي والنزيف المالي. وينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من غريان المنسق العام لمنظمة المجتمع المدني في ليبيا حسين جوان. سيد جوان، ما هي أهم النقاط التي خلص إليها الملتقى؟ خلص العديد من التوصيات، خلص العديد من النقاط المهمة، أهمها هو اعتبار التوصيات أو النقاط المتفق عليها في المؤتمر الأول، مؤتمر الوفاق الأول بمدينة مصراتة، كنهج كمنهاج عمل يعني، وهي تعتبر بادرة لخريطة طريق لاستكمال الحوار بخصوص الوفاق الوطني. نعم. ما هو الهدف الذي رسم لهذا الملتقى؟ والله الهدف اللي رسم للملتقى ده هو مواكبة الليبيين للأحداث، وأنهم عايشين في أحداث الحقيقة يعني أليمة، نجمع عنها فرقة، انشقاق، تطاحن. هذا إن شاء الله يعني حيود عليه المؤتمر الوفاق الثاني، هذا إن شاء الله حيود عليه أحد. اتفقوا أيضا على تأسيس مجلس للتكامل لتنفيذ الاتفاق هذا أو مسودة الاتفاق. نعم أستاذ. طيب سيد حسين، يعني كيف كان الجانب التنظيمي لهذا الملتقى، ومن هي الجهات والأطراف المشاركة فيه والتي تمت دعوتها أيضا؟ والله هي تم دعوة جميع المدن الليبية، وصلتهم الدعاوي، جميع الهيئات، مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، البلديات، مدن الشرق، مدن الجنوب. الحقيقة حضر العديد يعني من مدن الشرق، من جدابية، من بغازي، من البيضة، من شحات، من درنة، من طبرق، من المرج، الحقيقة يعني من سرت، من بونجيم، من بن وليد، جميع مناطق ليبيا يعني الحقيقة يعني شاركت في الملتقى هذا. والحقيقة نعتبره يعني ملتقى ناجح بالمرة، يعني فعلا إن شاء الله يعني يكون خطوة خير للليبيين كلهم، وعلى أساس أن يتفقوا الليبيين لإنقاذ هالبلاد هذه. نعم أستاذ. طيب يعني سيد حسين، يعني إلى أي مدى يمكن أن يلتزم الحاضرون في هذا الملتقى بما خلص إليه هذا الملتقى من نقاط مهمة؟ والله هو النقاط المهمة هو اتفقوا على البيان اللي اصدر في الملتقى الأول بمصراتة، جميع النقاط يعني اخذوها كمنهاج عمل، أيضا ضافوا عليها العديد من النقاط الأخرى، أيضا من ضمنها الإعلام،
هو توظيف الإعلام في الحوار، توظيف الإعلام لانخفاض حدة التوتر هذا ما بين الفرقاء، أيضا المحاولة أن يكونوا بتوافق شكرا جزيلا الطرفين. كذلك شكرا جزيلا لك من غريان عبر الأقمار الاصطناعية المنسق العام لمنظمة المجتمع المدني في ليبيا حسين جوان. قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند خلال لقائه برئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي بقصر الإليزي بباريس إنه يجب تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا قادرة على بسط الأمن على كامل الأراضي الليبية لمنع ما يعرف بتنظيم الدولة من التمدد في البلاد، مضيفا أنه يجب اتخاذ إجراءات دبلوماسية في كل من سوريا وليبيا باعتبارهما سبب المآسي التي تعيشها البلدان الأوروبية على حد تعبيره. نحن في حاجة إلى اتخاذ إجراءات دبلوماسية لحل أكبر مشكلتين تسببتا في المآسي التي نعيشها، وأقصد هنا سوريا وليبيا. وفي ليبيا نحن في حاجة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في أقرب وقت ممكن لتأمين الحدود ومنع تنظيم الدولة من التمدد هناك. نظمت الأمم المتحدة اجتماع للإخصائيين الليبيين العاملين في مجال تنسيق المعونة لدى الوزارات الحكومية يهدف إلى تحسين آلية تنسيق وإيصال المعونة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتطرق الاجتماع الذي عقد بتونس بمشاركة فريق من بعثة الأمم المتحدة إلى مناقشة وضع هيكلية تنسيق المعونة المتعلقة بالمساعدات الدولية التي ستقدم إلى حكومة الوفاق الوطني فور تشكيلها. ونشرتنا متواصلة وفيها السلطات التونسية تغلق المعابر البرية مع ليبيا لمدة 15 يوما، ومدير مكتب أمن المعلومات بالمعبر يؤكد أن قرار الغلق يشمل الحالات الإنسانية أيضا. مجلس الشورى ثوار بنغازي يؤكد أن الطيران العمودي التابع لحفتر قصف مواقع في محور 17 من فبراير بالبراميل المتفجرة. مصدر طبي يؤكد مقتل 3 في قصف جوي استهدف مبنى في الحي الصناعي ومقر الأرصاد الجوية بجدابية. المجتمعون في الملتقى الثاني للوفاق الوطني الليبي بغريان يؤكدون ضرورة التواصل مع جميع أطياف المجتمع من أجل المصالحة والدفع بالحوار الليبي إلى الأمام. قال مدير مكتب أمن المعلومات بمعبر راس جدير محمد مرضية إن حركة العبور متوقفة بسبب قرار السلطات التونسية غلق المعبر الحدودي لمدة 15 يوما. وأوضح مرضية لقناة ليبيا لكل الأحرار أنه يسمح فقط بعودة الليبيين إلى ليبيا أو التونسيين إلى تونس، مشيرا إلى أن قرار غلق الحدود يمنع أيضا دخول الحالات الإنسانية لتلقي العلاج في المستشفيات التونسية. يشار إلى أن المجلس الأعلى للأمن القومي التونسي قرر غلق الحدود البرية مع ليبيا لمدة 15 يوما ابتداء من 25 من نوفمبر الجاري بعد حادثة تفجير حافلة للحرس الرئاسي بالعاصمة تونس التي راح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى. أكدت قوة الردع الخاصة أنها قامت بإحضار مدير مكتب أوقاف طرابلس محمد تكيتك لمقر القوة بسبب ما وصفته بتقصير مكتب الأوقاف في معالجة ما يدور في المساجد من عمليات تجنيد لصالح ما يعرف بتنظيم الدولة. وأضافت قوة الردع في بيانها أنه تم استعراض بعض اعترافات الموقفين ممن تورطوا في أعمال لصالح ما يعرف بتنظيم الدولة تدين مكتب الأوقاف بغياب الرقابة على المساجد حسب البيان. هذا وأشارت قوة الردع إلى أنه تم إبلاغ رئيس حكومة إنقاذ الوطني بمواقع المساجد التي يقوم أئمتها بالتحريض على محاربة الدولة ومؤسساتها ولكن دون جدوى بحسب البيان.
من جهتها شجبت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية انتهاج قوة الردع الخاصة ما وصفته بالأسلوب غير الحضري عند اعتقالها مدير مكتب الأوقاف محمد كيتك ودون مذكرة قبض رسمية. وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه ليس من مهام مدير مكتب أوقاف طرابلس تعيين ولا إيقاف الأئمة والخطباء بالمساجد، وأن ذلك يأتي بقرار وزاري من رؤساء الوحدات. كما نفت الوزارة قيام وكيل مدير مكتب الأوقاف طارق الداجل بإفادة مواطن مصري موقوف لدى قوة الردع إلى دولة غانا في مهمة دعوية لنشر الإسلام، موضحة أن هذا الأمر من اختصاص جمعية الدعوة الإسلامية. إلى عناوين النشرة. مجلس الشورى ثوار بنغازي يؤكد أن الطيران العمودي التابع لحفتر قصف مواقع في محور 17 من فبراير بالبراميل المتفجرة. مصدر طبي يؤكد مقتل 3 في قصف جوي استهدف مبنى في الحي الصناعي ومقر الأرصاد الجوية بجدابية. المجتمعون في الملتقى الثاني للوفاق الوطني الليبي بغريان يؤكدون ضرورة التواصل مع جميع أطياف المجتمع من أجل المصالحة والدفع بالحوار الليبي إلى الأمام.